متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية. سادت أجواء حارة ومستقرة في أغلب مناطق المملكة لهذا اليوم ولليوم الثاني على التوالي بعد انحسار موجة الأمطار عن كافة ومختلف مناطق المملكة. نشطت سرعة الرياح بعض الشيء في بعض الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، مما عمل على تأثر بعض من هذه المناطق ببعض الموجات الغبارية المحلية. صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى خلو سماء المملكة تماما من تواجد لأي سحب وغيوم سوى بعض السحب القليلة في بعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة. ما زالت مناطق يعني ظفار في سلطنة عمان تحت تأثير المنخفض المداري الذي هو تحت المراقبة، ومن المتوقع أن يدخل إلى داخل الأراضي اليمنية مبتعدا عن سلطنة عمان خلال 48 ساعة القادمة. في النشرة الجوية الأسبوعية سنتناول ما هو التأثير الغير مباشر المتوقع من هذا المنخفض المداري على أجواء المملكة، والذي متوقع أن يبدأ خلال نهاية الأسبوع الحالي، وذلك عبر النشرة الأسبوعية. عودة للأجواء هذه الليلة في الرياض، أجواء دافئة وجافة بوجه عام، درجة حرارة 29 درجة مئوية هذه الليلة و14% هي نسبة الرطوبة، وبالتالي الطقس جاف وصافي بوجه عام. استعراض سريع لدرجات الحرارة المتوقعة نهار يوم غدا في محافظات ومدن المملكة، نبدأها شمالا من سكاكا من 39 إلى 26، في عرار من 38 إلى 24، في تبوك من 37 إلى 23 درجة مئوية. المناطق الغربية من المملكة، في المدينة المنورة 44 إلى 28 وطقس حار، في مكة المكرمة من 41 إلى 29، في جدة من 36 إلى 25، وفي الطائف من 34 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية، في أبها من 31 إلى 20، في الباحة كذلك الأمر من 31 ليلا 24، وفي جزاء من 34 إلى 30 درجة مئوية، واستمرار انحسار فرص الأمطار عن معظم مناطق المملكة. طقس شديد الحرارة في الإحساء مع حوالي تقريبا 46 درجة مئوية في ساعات النهار، 29 درجة مئوية في ساعات الليل، 44 في الدمام غدا، أجواء حارة للغاية والصغرى 28، وفي حفر الباطن كذلك من 44 إلى 32 درجة مئوية. المناطق الوسطى بما فيها العاصمة الرياض تسود بها الأجواء حارة ومستقرة، 43 إلى 29، في القصيم من 43 إلى 29، أما في حائل من 40 إلى 26 درجة مئوية. الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، 43 إلى 29 في الرياض، إذن الاثنين الثلاثاء كذلك الأمر، والأربعاء 44 إلى 30، الطقس حار جدا في العاصمة الرياض خلال هذه الأيام. هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.